وقبل الختام نعود إلى السيد كمال حمادي للحديث عن وفاة السيدة سلوى. أهلا بك سيدي. السلام، مرحبا بكم. أعزيك في وفاة الراحلة وكل الأسرة الفنية في الجزائر. الله يعيشكم صحة، ربي يرحمها إن شاء الله. الفنانة عرفتها عن قرب، كانت حدثنا كيف كانت معكم أنتم الفنانين، الكل يعرف السيدة سلوى الفنانة، حدثنا عن سلوى الإنسانة. سلوى عرفتها مدة قديمة وفنانة ذكية مثقفة. أنا عرفتها في ميداكي كانت صغيرة، كي كنا صغار في 52 كانت مع إذاعة الصبيانية مع رضا فلكي مع محمد النيها وعبد القادر زهير عبد اللطيف وجعفر بك ومع رضا فلكي، وحنا كنا في الإذاعة القبائلية نشتغلوا ثاني مع إذاعة وفونتين ونتلاقاو هكذا شيء بعد. ومن بعد خاطر كي كان عندنا استوديو واحد نتلاقاو كل نهار، وأول مرة ما سمعتها غنات كانت يكتب لها كلام رحاب طاهر ولحن قدور صرار في الله يرحمه، ملحن تونسي كان يشتغل معنا في الإذاعة في الجزائر، لحن لها زوج غنيات غنات ويعني أغاني ما جابوش يعني شوية حاجة كبيرة، وقاعدة هي تمثل مع رضا فلكي وتعمل شوية روايات مع أربعة مع بهي فضالة ومحمد طاهر فضالة. ومن بعد مشات لباريس، زوجت ومشات لباريس، وحنا في 59 مشينا لباريس ثانية باش نسجلوا مع إذاعة تيباز، معنا ربح درياسة وقروابي وبزاف ونورا واشتغلوا، وهي كانت ما تخدم في الإذاعة مذيعة، وجات درت معنا لاكورال واشتغلنا، وقاعدين حنا من بعد أفريق قاعدة اشتغلنا في باريس، وقعدت معنا كل ما نديروا يعني تسجيل ولا كانت تشتغل معنا ونتلاقاو دائما نتحدثوا على الفن. ومن بعد ذاك الوقت في 59 دار لها السي محمد الجاموس الله يرحمه زوج غنيات سجلوا وما نجحولهاش بزاف، وما قاعده تشتغل في الاذاعه مذيعه، وحنا في جهه نخدموا الفن ونتلاقاو ساعه ساعه كل ما تكون ما يكون تسجيل نعيطوا لها تجي دير اونجسترمون. حتى 62 سيد حمادي، سيد حمادي، مسيرة الراحلة طويلة جدا ولا يسعنا الوقت للخوض فيها، سؤال أخير فقط، متى آخر مرة التقيت بسيدة سلوى؟ التقيت بها سيدة أنا كنت عملت لها زوج غنيات سعدية سعدية ما واللي فيها يكفيني، سجلنا في باريس أنا دائما نتلقى بها حبيبة، سجلت كل أغاني ونجحوا لها، وكل ما نجي خاطر انا ساعة ساعة في باريس وهي كانت ساعة ساعة تجي لباريس نتلاقاو، وكل ما نجي للجزائر نعملها تليفون نتلاقاو ونتحدثوا على الفن، ومسيرتها طويلة راكم حكيتوا عليها، ما نعاودش الشيء اللي حكيوه الناس. على كل حال فنانة بعد ما ولات علمها الله يرحمه واسمه مصطفى كشكول ولات عملت الحوزي في الحوزين نجحت. هذا كل حال فنانة مثقفة. شكرا جزيلا لك السيد كمال حمادي، شكرا جزيلا لك، ولأننا محكومون بالوقت نضطر إلى إنهاء المكالمة، شكرا جزيلا لك. هذا كل حال فنانة كبيرة وذكية ومثقفة وربي يرحمها ويحبها رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. وبالحديث